شاب من القصيم عامل عند ميكانيكي، إلى أن أصبح لاحقاً مدير مطار الملك خالد وسليمان الطريف. فكنت أذكر أقول للوالدة ترى إذا ما جيت ترى ينايم بالمطار. الانضباط في مجال الطيران مهم جداً، من ميكانيكي صيانة طائرات إلى أن أكلف مدير عام مطار الملك خالد، هذا كله يعني ما أتى إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اللقاء من الصفر غداً الخامسة بتوقيت السعودية على NBC1. رمضان يجمعنا.